10 آلاف جندي وحاملة طائرات تضمان نحو 170 طائرة، جيش متحرك رصدته الولايات المتحدة لحماية إسرائيل ضمن خطة طوارئ أمريكية استعدادا لهجوم إيراني محتمل. هذا فضلا عن تعهد البنتاغون بإرسال المزيد من القطع البحرية والطائرات لشرق المتوسط لحماية تل أبيب ضد تهديدات إيران. الخطة الأمريكية تعتمد على تواجد السفن الهجومية حاملة المروحيات من طراز USS Wasp في شرق المتوسط، وتحمل نحو 4500 من أفراد المارينز، وتعد الأقرب لسواحل إسرائيل. ويتم تحريك حاملة الطائرات USS Lincoln وإلحاقها بشرق المتوسط قبالة سواحل لبنان، وهي واحدة من أضخم القطع البحرية، وتضم حاملة الطائرات أكثر من 3200 جندي وطيار أمريكي. حاملة الطائرات لينكن قادرة على حمل 90 طائرة مقاتلة، لعل أبرزها طائرة F-22 رابتور ذات القدرة على التخفي كطائرة شبحية والهروب من أنظمة الدفاع الجوي في وقت انفصلت مدمرتا الصواريخ الموجهة USS لابون USS كول التابعتان لمجموعة حاملة الطائرات روزفلد عن المجموعة، ودخلتا البحر الأحمر في اتجاه ميناء إيلات. وبالتحول للمنطقة المواجهة لسواحل إيران، ترتكز المجموعة القتالية الرئيسية لحاملة الطائرات USS روزفلد في الخليج العربي قبالة سواحل إيران، وتضم 5500 جندي وطيار أمريكي، وهي قادرة على حمل 80 طائرة مقاتلة. في ذات السياق، وضعت البحرية الملكية البريطانية المدمرة HMS دانكن وحاملة الجنود والمعدات RFA كارديغان في وضع الاستعداد في شرق البحر المتوسط، والمهمة المعلنة هي إجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان نظراً للتوترات الموجودة، في حين يشير خبراء عسكريون إلى أن المهمة الحقيقية هي مساعدة إسرائيل في التصدي للهجوم الإيراني المرتقب.